السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الاناليسيس جريد. تمام، طيب دلوقتي في الأول خالص هبدأ أرسم أنا أي زونة عشان نبدأ نشتغل عليها. هقول له زون وأبدأ أرسم الزونة بتاعتي، وليكن مثلا من هنا لهنا لهنا لهنا، وأروح ده اسكيب عشان أخرج من الأمر. تمام، أوكي، دي زونة 1 تقدر تشوفها في 3D بالشكل دوت. تقدر تعمل ده هنا، ممكن تشوفها ك جراوند بلان، ك كومباس، ك 3D باك جراوند، ك 3D انكلوجر. تمام، وبعد كده هبدأ انا اعمل الاعداد بتاعتي. هدخل من بروجكت، هتأكد السايت لوكيشن بتاعي مظبوط ولا لا. تمام، تقدر تختار زي ما انت عايز، مثلا كايرو، وتقدر تختار ملف الوزر من هنا مثلا. لو اخترت اي حاجه من هنا بيعدل طبعا كل الاعداد في المشروع. تمام، فما تتفاجئش يعني لو انت مثلا اخترت المانيا، هيبدا يعدل يشوف اقرب لوكال تايم زون ويبدا يظبط الاعداد بتاعته. السايت تقدر تغير النورث اوفست بتاعتك. طيب هاجي هنا في 3D، عايز مثلا اظبط الوول دي، احط فيها مثلا شيلد اوبجكت بس ان ويندو، وهنا اعمل مثلا دور، وهنا هعمل ويندو، وهنا برضو هعمل ويندو. ده مثال بس عشان نشوف حاجة مع بعض. بتحدد من هنا بقى السايز بتاعك، الويتس والهاي وارتفاع الشباك عن الأرض قد ايه، ودي الأبعاد بتاعته. تقدر في أي وقت تمسك دوت وتعمل موف للشباك زي ما انت عايز. يعني الحاجات دي كلها تقدر تعملها كوستمايز. وبعد كده هاجي هنا في ال analysis grid، تقدر تقول له show grid line show grid. دلوقتي ممكن تقول له مثلا عايز مثلا اظبط الجريد على الشكل، فانا هعمل select على الشكل بتاعي. تمام، وهقول له auto fit grid to object، بيقول لي عايز انهي نوع، من عايز وزن بالظبط، اقول له اوكي. فهو عملها بالظبط، لو انت مش شايفها انها بالظبط هي اهي. تمام، طيب هبدأ اقول له بقى دلوقتي انا عايز اعمل لايتنج ليفل مثلا، عايز تحسب لي اللايتنج ليفل وتبدأ تديها الالوان بتاعتها. الالوان تقدر تتحكم فيها، تقول له كولرز، وتبدأ تتحكم في عايز تشغل بأني نظام من انظمة الالوان. تمام، خليها دوت، مش عايزين نغير، دي شكلها حلو. performance calculation بيقول انت عايز انارة طبيعية ولا انارة صناعية مع طبيعية، بقول لا انارة طبيعية. وببدأ أشوف الـ ray tracking التوزيع بتاعهم هيبقى عامل ازاي، الـ design sky، الـ average بتاعي قد ايه. تمام، الأعداد الافتراضية. وبعد كده هقول له اوكي، هو هيبدأ يحسب بحيث ان انت تبدأ تشوف هل الدور داخل طبيعي ولا زاد عن اللزوم، ولو انت حاسس ان هو زاد عن اللزوم ازاي تحل المشكلة ديت. تمام، يعني مثلا خلينا نهتم مثلا بشباك منهم، وليكن مثلا الشباك ده شايف ان هو مدخل انارة عالية او دوت، يعني خلينا نختار الشباك ده مثلا. تمام، طيب انا عايز ابدأ احل مثلا المشكلة ديت. ممكن نحلها ازاي، نحلها ازاي، خلينا نشوف كيف. طب عايز مثلا اعمل هنا زي مظلة او حاجة تقلل او تكسر دخول الشمس، فهقول له انا عايز ارسم هنا مثلا بلان، من هنا لهنا لهنا لهنا. تمام، طبعا احنا رسمناه على الارض، كنا ممكن، تمام، ممكن قبل ما نرسمه اقول له ده ارتفاعه مثلا 2500 مثلا. تمام، فيرسمه على ارتفاع 2500، او تقدر تقول له انا ارسمه زي ما انت عايز وانا هغير في الارتفاع بتاعه بعد كده. تمام، ده اترسم مثلا على ارتفاع 2500، تعال نغير في الارتفاع، نشوف نغير في الارتفاع بتاعه ازاي. اهو تقدر تعمل له سيلكت وتيجي هنا في ترانسفورم. عندك هنا اوامر كتيره للتعديل زي الموف زي الميرور كل الحاجات ديت. تقدر تقول له مثلا انا عايز ده سالب 1000، وتقول له ابلاي ترانسفورمر، فينقله ينقل المظلة دي لهنا. تقدر تكبرها بحيث التأثير يبقى أكبر، بس احنا بياخد كمثال يعني. تمام، خلي بالك من النقطة إن هنا عندك 11 عنصر،
فعشان كده العملية بتبقى سريعة شوية، مش عامل سيلكت على حاجة. لو عملت سيلكت هيبدأ الرقم يظهر. لو انت مدخل لوحة اوتوكاد هتلاقي الرقم ده قفز معاك قفزات مهولة. فلذلك لو عندك اي لوحة اوتوكاد تخرجها من الشغل بتاعك، اعملها ريموف على اساس تبقى افضل في الحسابات بتاعتك اسرع. تمام، نفس الاعدادات، نكست نكست اوكي، فيبدأ يعمل اعدادات. تمام، وتلاقي ان ده قل نوعا ما، وبالذات لو ظبطت الشديد فوق الشباك بالظبط وكبرته شوية هتلاقي الحاجات دي خفت. تمام، بس هو كده في مستوى معقول، ما بقاش فيه لون اصفر اللي هو بيدل ان فيه ديلايت اكتر. تمام، الفاليو رينج من 1.4 من 10 ل 21، فعندي في حاجات زيادة لازم نشوفها. تمام، فتبدأ تعمل دراسة للمبنى والمشروع بتاعك من خلال برنامج الاركتكت بأسلوب سهل وبسيط.